السلام عليكم. أحد أخطر الأزمات التي تهدد العرب على مستوى الوحدة السياسية والثقافية يتمثل في غياب الدولة المحورية أو الدولة القائد عن الساحة العربية. كيف خلت الجغرافيا العربية الواسعة من دولة محورية يمكن أن تلم شعث العرب وأن تقضي على حال الفوضى التي تضرب كل ركن وزاوية من بلادهم؟ منذ سقوط الدولة العثمانية لم يخلو الوطن العربي من دولة محورية أو كتلة سياسية قوية تتبنى مقاربة محددة لأزمات العرب وتؤدي دور الموازن مع القوى الإقليمية والدولية في المنطقة. لكن المنطقة العربية في السنين الأخيرة خلت من أي قوة سياسية سواء كانت دولة مؤثرة أو تكتلا قويا، الأمر الذي أوجد فراغا كبيرا دفع بقوى إقليمية ودولية عدة إلى التنافس على ملئه في هذه المنطقة الغنية جغرافيا واقتصاديا. كيف ولماذا غابت الدولة المحورية؟ وهل هو غياب لا عودة بعده أم إلى حين؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين، إلى لقاء متجدد. ثمة صراع عاشته المنطقة العربية لعشرات السنين يتعلق بالدولة التي تستحق لعب الدور المحوري في المنطقة، فكان التنافس بين العراق ومصر والسعودية. الدولة المحورية يتعلق مفهومها بنظر المفكرين السياسيين بتلك التي تتمتع بقوة ثقافية وحضارية واقتصادية، وكذلك يتعلق بالموقع الاستراتيجي والقوة العسكرية والقدرة على مسك زمام المبادرة الإقليمية سياسيا وعسكريا. ولذلك فإن مقومات تلك الدولة المحورية ربما غابت عن العالم العربي بالتزامن مع ما تشهده المنطقة منذ عدة سنوات من سيولة سياسية بسبب الصراع بين ثورات الربيع العربي والثورات المضادة، الأمر الذي خلف فراغا سياسيا سعى النفوذ الأجنبي لملئه عسكريا في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وسياسيا في مناطق عربية أخرى. نفوذ أجنبي متزايد دفع بعض قوى الثورة المضادة إلى الاحتماء به في مواجهة الشعوب الثائرة، محاولة تكوين تحالفات إقليمية تقدم الدعم لها في الوقت الذي تقدم نفسها للغرب في صورة الوكيل الحريص على تنفيذ أجنداته في المنطقة. غير أن هذه التحالفات الجديدة يكتنفها ما اكتنف المنطقة سابقا من تنافس بين دولها، فالمصالح تتعارض وكل يرى لنفسه الحق في القيادة، الأمر الذي يشي ربما بفشل تلك التحالفات مستقبلا. في المقابل فإن ثمة دولا إقليمية غير عربية بات تأثيرها في تصاعد مضطرد حتى في الملفات العربية الداخلية، فإيران مثلا تسعى نحو إجبار العالم على الاعتراف بقوة تأثيرها في الشرق الأوسط سلبا أو إيجابا، بحيث لا يمكن لأي ترتيبات سياسية أو عسكرية أن تتم دون أخذ طهران في الاعتبار، وكذلك تفعل تركيا وإن كان بصورة أكثر حنكة، معتمدة على إرثها التاريخي كمقر للخلافة العثمانية التي حكمت المنطقة لمئات السنين، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة العرب على تقديم نموذج إيجابي للدولة المحورية في المستقبل القريب. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، والأستاذ إدريس ربوح المحلل السياسي، وعبر الهاتف من مسقط الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ من اليمن. في المرحلة التي تلت سقوط الدولة العثمانية وطوال هذه العقود كان على الدوام في المنطقة العربية دولة محورية، دولة مركزية، دولة قائد تقدم مقاربة شبه موحدة لأزمات التي تضرب المنطقة العربية. لماذا غابت هذه الدولة في السنين الأخيرة؟ طبعا هناك مجموعة من العوامل المجتمعة، يعني منها ما هو متعلق بسمات المجتمعات العربية والأنظمة العربية بذاتها، ومنها ما هو متعلق باستهداف المنهج من قبل الدول ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة. يتعلق الأول حتى في الدول المحورية العربية منذ نشأة الدولة الحديثة كان هنالك خطاب عربي، خطاب إسلامي مع بناء الدولة الوطنية، يعني أن الدولة المحورية على مستوى الخطاب لكن على مستوى ترجمة
المشروع العربي أو الإسلامي إلى وحدة أو قرار جماعي، كانت هناك تعدد في الأنظمة العربية، هناك خطاب قومي، خطاب إسلامي، لكن نحن ما زال لدينا مشكلة في الهوية الوطنية، بمعنى أننا نقوم بصهر الهويات داخل الدولة القطرية المغربية، اليمنية، العراقية، هناك أكراد، هناك عرب، هناك شيعة، هناك سنة، هناك دولة حديثة نشأت. كيف يمكن لك أن تقوم بخلق هوية وطنية وبنفس الوقت، وهذا عنصر رئيسي، كان هناك خلاف عربي بين أننا نتحدث عن دولة قطرية أو نتجاوزها نحو القومي أو الإسلامي، وبالتالي وقعنا في فخ تاريخي. وأنا كنت أميل إلى أن بناء الدولة الوطنية يخدم المشروع العربي والإسلامي، بمعنى لا يمكن لك أن تتجاوز الوطني نحو العربي وأنت ما زلت تحمل هوية. لكن لم يحدث أن تجاوز أحد في الدول العربية الوطنية. هناك الدولة العربية كانت لديها هويات سابقة للدولة اللي هي قبلية وعشائرية وعقائدية، وهويات تتجاوز الدولة، وهذا أضعف الدولة، بمعنى هوية تعود إلى العقيدة، إلى المنطقة، إلى العشيرة، وهوية عربية، هوية إسلامية. أنت لديك هوية عربية لكن لا تستطيع أن تنتقل إلى القطر المجاور، وبالتالي هنا تحصل فجوة. العرب خلال فترات حتى قبل سقوط بغداد كنا بدأنا لدينا مشاريع عربية، لدينا الدولة الوطنية بدأت تكتمل في هويتها، بدأ هناك صهر لعملية التحديث، لكن كان هناك من يراقب الوضع، وهذه المراقبة بدأت بعزل مصر عن إطارها العربي كبلد محور، عزلها من كامب ديفيد، والعرب ارتكبوا خطأ عندما تخلوا عنها لفترات ثم عادوا إليها، ثم كان لابد من سقوط البوابة الشرقية، وبالتالي هذا الدولة المحورية الجبارة التي كانت تعطينا حتى نوع من التطلع للمشروع العربي، كنا نشعر أن هذه الأمة قادرة على أن تواجه خصومها، قادرة أن تستعيد حتى فلسطين وأن تحقق أحلامنا العربية، ولكن تم استهداف العراق، جعل من استهداف سوريا تاريخيا يعني عمليا عملية بسيطة، وبالتالي دخلنا في، وهذا الكلام خطير للغاية لأنه أصبح لدينا مصر عزلت تدريجيا، العراق تم، وفي حديث لجيمس بيكر عندما يقول سنعيدكم القرون الوسطى، وبالفعل يعني تم تدمير البوابة الشرقية واللي كانت تعد أحد مرتكزاتنا كدولة محورية قائدة في المنطقة، وكانت تشكل تعطي يعني حتى تحقق أو تعطينا إحساسنا الحلم أو الطموح العربي يمكن له أن يتحقق حتى في إطار عزل مصر عن إطاره، كان هناك جناح آخر يتحرك في البوابة الشرقية. إذن نحن تعرضنا إلى عملية إقصاء أو تدمير العراق، عزل مصر، ثم استهداف سوريا في لحظة تاريخية تدريجية أدت إلى استدعاء الهويات الثنائية العقائدية والوطنية، وفي لحظة عولمة تتطلب يسمى تفجير المجتمع وجعله سيفساء ومجتمع افتراضي وغياب قيادات. نعم. والمجتمع شهد مجموعة من التحولات داخل المجتمع هدفها إحلال إيران بديلاً عن إسرائيل، يعني هناك مخطط خارجي مرسوم. هذا الحديث عن المخطط الخارجي حقيقة يعني ربما يعني يذهب بنا بعيدا ويتشعب، هذا أريد أن أسأل عنه الأستاذ إدريس ربوح في سياق وضع اليد على الأسباب التي أدت إلى غياب الدولة العربية المحورية لقيادة المنطقة بكل مكوناتها في نهاية الأمر. هل هو أسبابه أنها ذاتية، بمعنى أن الدولة المحورية العربية تحللت داخليا فغابت عن مشهد التأثير، أم أنها أريد لها من الخارج أن تغيب هذه الدولة؟ أولاً عند الحديث عن الدولة العربية الحديثة لابد أن نرجع إلى الأيام الأولى من نشوء هذه الدولة العربية الحديثة. نعم. أنها نشأت بصفة مشوه، بمعنى هي أصلاً نشأت عن طريق نشأ الاستعمار الغربي
هو الذي أنشأ هذه الدول، يعني هو الذي اختط الحدود بين هذه الدول العربية. الأمر الثاني، كانت تعاني هذه المنطقة العربية، كانت تعاني في القرن التاسع عشر أصلا من ضعف الخلافة العثمانية التي كان جزء رئيسي منها، وكانت كل محاولات تحديث الدول الخلافة العثمانية باءت بالفشل حتى انهيار الدول العثمانية. ثم جاء الاستعمار وأجهز على المنطقة العربية من خلال الخلافة العثمانية، وبالتالي بعد مرحلة التحرير والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية التي في الحقيقة كانت مشوهة في أكثر من بلد العرب، بل أغلبية الدول العربية هي استقلال المشوه، وبالتالي كانت تحمل بذور الضعف والتشوه، وهذا هو المشكل في اعتقادي الرئيسي الذي جعل الدول العربية لا تملك القدرات للتحول إلى دول محورية. هناك محاولات تمت عن طريق أين تكمن بذور الضعف بالذات تحديدا؟ مثلا في دولة مثل العراق كانت تحمل كل عوامل القوة، سواء من الناحية الفكرية، من الناحية العسكرية، من الناحية العلمية والتكنولوجية. مصر كانت دولة صاعدة وبدأت تنتج الأسلحة، يعني أين تكمن مظاهر الضعف؟ قلت لك كانت بعد ذلك جاءت المحاولات، وهي استثنائية، هذه التي سأقول واستثنائية، وهي تجربة مصر ناصر، مصر العراق صدام، كانت استثنائية. الجزائر بوبدين كانت كما يقول الرئيس هواري بومدين أن نبني دولة لا تزول بزوال الرجال، وإذا بها وإذا بكل هذه الدول التي قامت على مشروع الشخص زالت بزوال هؤلاء الأشخاص. إذن نعم، صدام والعراق كان قوي في مرحلة صدام لأنه كان يملك مشروع بناء الدولة، لكن بذهابه ذهبت العراق التي نعرفها، مصر بذهاب عبد الناصر ذهبت مصر العربية، مصر ذات التوجه القومي العربي المهموة بالشأن العربي. إذن كذلك الجزائر كانت بذهاب هواري بومدين انكفأت على نفسها، بمعنى هذه أتكلم عن المشاريع ذات البعد الوحدوي العربي. إذن من هنا جاءت المشكلة، أن المشاريع ليست مشاريع دول، وهي مشاريع زعماء جاءوا للحكم أرادوا أن يقوموا بهذا الدور، لكنه كان مشروع أشخاص، أو على الأقل مشروع أحزاب لم تستطع أن تواصل المسيرة. ومن هنا جاء الضعف وجاء التشوه، ولم تستطع أن تنمو لنا ولا دولة عربية واحدة محورية تؤثر في بقية أخواتها العربية في مناطق. حقيقة نقطة مهمة أشرت إليها أريد أن أسأل عنها الدكتور عبدالله الغيلاني من مسقط. دكتور، بناء على ما سبق وتفضل به الأستاذ إدريس ربوح أن الدول العربية المحورية ربطت نهضتها وقوامها بالشخص، السؤال هو الآن غياب الدولة وانحسار الدولة العربية المحورية المركزية القائدة للعرب، إلى أي مدى يمكن أن يعلل بغياب الشخصية الكاريزمية كما حدث مع عبد الناصر في مصر أو مع صدام حسين في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك جهاد وبالضيفين العزيزين المساعدين الأكارم. هذه الفرضية التي أشرت إليها ويعني طرحها الضيف لا أتكلم بها أصلا، يعني لا، هذه الفرضية تحتاج إلى أن تثبت ابتداء، فلا تدعني أبدأ من التالي. نحن نتحدث عن دولة عربية محورية مركزية غائبة، وكأنه في يوم من الأيام كان هناك وجود لهذه الدولة. هل بالفعل قامت دولة عربية مركزية حفظت الأمن القومي العربي وحققت يعني تقدما حضاريا وتنمية اقتصادية وبناء للإنسان؟ هل دولة بهذا المفهوم قامت في الفضاء العربي؟ أنا أقول هذه المسألة ينبغي أن تفحص. علينا ابتداء يعني قبل أن نلج في الحديث حول هذه المسألة أن نحرر المصطلح، ماذا نقصد بالدولة العربية المحورية؟ إن كنا نقصد على المستوى الجيوسياسي، بمعنى أن هناك كيانات عربية أو دول عربية تمتلك من حيث الإمكان، تمتلك قدرات يعني استراتيجية على المستوى العسكري والموارد البشرية والاقتصادية والتاريخية والحضارية، إن كنا نقصد وجود دول عربية تمتلك هكذا قوة أو مصادر للقوة، نعم. ونتحدث هنا عن خمس دول تحديدا، مصر والعراق وسوريا والجزائر، وبدرجة أقل ربما المملكة العربية السعودية، وإلى حد ما المغرب والسودان، وبدرجة أقل حتى هذا اليمن الممزق اليوم يملك إمكانات استراتيجية فيما لو استعاد عافيته. فبالمعنى يعني الجيوسياسي من حيث القدرات الكامنة البوتنشال باور، نعم هناك كيانات عربية تمتلك هذه القدرة وتمتلك الإمكانية لأن تكون قوة يعني إقليمية، ولكن على المستوى التطبيقي هل بالفعل القيادة السياسية التي تعاقبت على هذه الدول وغيرها
حولت هذه الإمكانات إلى تطبيقات عملية ووظفت هذه الموارد، ونشأت في الفضاء العربي دولة عربية محورية كما قلت، حققت مستويات عالية من التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والبناء الحضاري، وبالتالي الحضور الإقليمي على المستوى السياسي أنا أقول لا، يعني كل ما هنالك أن هناك نشأت مشاريع شعراتية كما حدث في مصر بالنسبة للناصرية، وفي العراق وسوريا بالنسبة للبعث، وحتى في دول المغرب العربي الجزائر وغيرها جاءت أنظمة في أعقاب الانسحاب الاستعماري من المنطقة. هذه الأنظمة لم تستطع أن تبلور مشروعا بالمعنى العلمي للمشروع، وبالتالي ما يحدث اليوم في المنطقة العربية هو نتيجة طبيعية للدولة العربية الهشة المتهالكة التي نشأت. انظر إلى حال مصر اليوم، تكاد يعني تقترب من وضع الدولة الفاشلة. هذا الوضع، هذا الحاضر المصري هو نتيجة طبيعية لما زرع في الماضي، وكذا الحال بالنسبة للعراق وسوريا والجزائر. إذا لم تنشأ في التاريخ العربي المعاصر لم تنشأ دولة يعني محورية بالمعنى العملي، وإنما نعم بالمعيار الجيوستراتيجي هناك إمكانات عند هذه الدول العربية التي أشرت إليها. المعضلة الآن، المعضلة أين تكمن المعضلة؟ المعضلة ليس في شح الموارد. هذا الكيان العربي بعمقه التاريخي وموارده البشرية وإمكاناته الاقتصادية اللامحدودة، هذا الكيان العربي يملك القدرة أن يكون كيانا منافسا. المشكلة هي في طبيعة الأنظمة السياسية التي نشأت في المنطقة العربية، والتي حرص الغرب وبعض القوى الإقليمية كإيران وإسرائيل على تأكيد حالة الاستبداد في المنطقة العربية. إذا ممنوع على الإنسان العربي أن يخرج من حالة الارتهان وحالة الأسر وحالة القهر التي يعيشها. نعم. أنا في تقديري أن الإنسان العربي الذي تشكلت يعني بنيته الفكرية وبنيته النفسية في ظل استبداد وقهر سياسي، يعاني كثير من التشوهات في قناعاته السياسية، في قيمه الإنسانية، في مرئياته للواقع الدولي، لأنه لم يعرف يوما الحرية، ولم يعرف يوما العدالة بمعناها القانوني والاجتماعي. نعم. ولم يعرف يوما مشاركة سياسية حقيقية. نقطة. هذا الإنسان يحتاج إلى إعادة بناء، والنظام السياسي القائم في العالم العربي اليوم نعم. ما لم يتغير ويتحول إلى نظام. الكلمة المفتاح في تعليقك دكتور عبد الله هي طبيعة الأنظمة السياسية. قبل أن أذهب إلى الفاصل أريد أن أبني على ما قاله أيضا الدكتور عبد الله الغيلاني. هل الانحسار أو غياب الدولة المحورية رهن بالفساد الإداري والسياسي الذي كان حاصلا، وبالتالي هذا الانحسار حصل بشكل مفاجئ أم أنه كان له مقدمات خلال السنوات الماضية؟ أعتقد أولا في اتفاق بين ما طرحه وما طرحت في المقدمة حول أن هو طلب تحديد مفهوم المحوري، وإحنا انطلقنا من فكرة أن الدولة التي كانت تستجيب أو تضع خطابا يستجيب لتطلعات الأمة العربية والإسلامية اعتبرناها هي دولة محورية بقوتها أو حتى بمشروعها، ولذلك أصبحت مصر دولة محورية وقلنا على مستوى الخطاب. لكن كان هناك هذه الدولة كانت مثل بقية البلدان تعاني من أزمات في السلطة، أزمات شرعية، أزمات تنموية، وكنا نعاني أيضا من غياب المشروع العملي الذي يستطيع أن يترجم ذلك الخطاب إلى وحدة حقيقية أو إلى مصالح تلتف حول الدولة المحورية. يعني أنت لا يمكن لك الحديث عن جامعة الدول العربية على سبيل المثال كانت كمظلة لهذه المشاريع، كانت يعني كل قراراتها ووجودها لا تستطيع أن تتخذ قرارا مشتركا أو موحدا أو إجباريا أو يتم تنفيذه يعني وفقا للقانون، كان لكل دولة حرية ذلك. بالتالي حتى مؤسساتها العربية الجامعة مؤسسات يعني أصبحت لا تستجيب لذلك الطموح. إذن لدينا مشروع داخلي، الآن لدينا خطورة أخرى، لدينا مشاريع عربية كانت دول محورية في خطابها ولكنها تلتقي مع بقية البلدان في أزماتها التنموية والسياسية والاقتصادية وفي النخبة المحتكرة للقرار والذي تلغي التنوع والتي لا تترجم ذلك على مستوى إيجاد ما يسمى
يعني واحدة تستجيب للمصالح قبل الخطاب. لو كنا خلينا المغرب العربي كم 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 ظل لسنوات، ولكن كان حتى عند إذا الأوروبيين تدخلوا في اتفاقيات أحادية، لدرجة إذا وقعت أزمة طماطم في إحدى البلدان لا يستطيع أن يبيعها للبلد الآخر، لابد أن يصدرها للاتحاد الأوروبي، ومن ثم الدولة الأخرى تشتريها من الاتحاد الأوروبي، وذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي فرادى في اتفاقيات، لأنهم الغرب مركز ويقيم علاقات أن توفر لي كمية محددة، وبالتالي أصبحت أنت كدولة عربية غير قادر على أن تصدر منتوجاتك الزراعية للبلد الآخر إلا بعد تصديره للمركز. إذن نحن أمام خطط لبقاء هذه المنطقة غير قادرة على الاكتمال، نخب سياسية لم تستطيع إدارة التنوع وإدارة الموارد الاستراتيجية المدخرة لهذه الأمة، ودخلنا الآن في مرحلة أخطر سنأتي لها لاحقا. نعم أستاذ إدريس، يعني غياب الدولة المحورية اللافت أنه لم يدفع العرب إلى تشكيل كتلة سياسية يمكن أن تسد هذا المسد في حال عندما غابت هذه الدولة. السؤال هو، هل توافق على هذا الطرح بأن العرب عاجزوا عن إنشاء أو تشكيل كتلة سياسية تسد مسد الدولة المحورية الغائبة، أم أنك ترى يعني رؤية أخرى؟ فشلوا، يعني الفشل لحد الآن، خصوصا أن لدينا تحالفا عربيا، لا يعني قبل الحديث لدينا تحالف عربي في اليمن لمنابذة الحوثيين المدفوعين أو المدعومين من إيران. هو أولا ليس هذا التحالف، هو تحالف ليس بعربي، وإنما هو تحالف السعودية مع بعض الدول، وصفه بعربي لا ست دول عربية دكتور، كيف ليس عربي؟ لا يكفي أن نقول هو تحالف عربي أو صدر من جميع الدول العربية، مؤسس على الأقل النظام العربي المعترف به الذي هو في الأصل ضعيف، يعني ضعيف، والذي من المفروض كان يسد الضعف الدول، وهو نظام جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، والتي يعني هناك منظمات جديدة جاءت بعدها والآن أصبحت أقوى منها في محيط هو يعتبر ضعيف، يعني كمنظمة الاتحاد الإفريقي التي أصبح لها دور كبير في القارة الإفريقية مقارنة بجامعة الدول العربية التي تضعف يوما بعد يوم. وإذن لم نستطع أن يكون هناك بديل. السبب الثاني في عدم وجود بديل، السبب الثاني بالإضافة إلى ضعف من مؤسسة جامعة العرب نظريا، جامعة الدول العربية وهي جامعة للحكومات العربية، وضعفها وفشلها، فشلها أولا في الموضوع الرئيسي والقضية المركزية وقضية فلسطين وتحرير فلسطين، ثم فشلها في إدارة جميع الأزمات العربية، كل الأزمات العربية التي مرت بها في السنين الأخيرة. ثم السبب الثاني في اعتقادي وهو الدور الذي قام به أصحاب الطيارات القومية والإسلامية. الطيارات القومية والإسلامية رفعوا شعارات الوحدة العربية ورفعوا شعارات الوحدة الإسلامية، الآخر شعر رفع شعار الدولة العربية الواحدة، والآخر رفع شعار الخلافة الإسلامية. هذا أضعف الدول العربية، أضعف الدولة القطرية، يعني صراع الهويات. يعني لا، هو عندما أنت تركز على الخطاب القومي العربي ولا تشتغل في بناء الدولة القطرية وتقوي الدولة القطرية، أنت تضعفها وليس تقويها. يعني كذلك الخطاب الإسلامي، خطاب الإسلاميين يضعف الدول القطرية. كان من المفروض، كما والتجربة موجودة في أوروبا أصلا بدأت بدول قطرية قوية، لم تكون الوحدة الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلا بقوة فرنسا وألمانيا. عندما نجحت فرنسا في استجمع قوتها وأصبحت قوة عظمى، وألمانيا قوة عظمى، التقى العدو أكبر عدوين في أوروبا مع بعضهم البعض، رغم عشرات السنين من الدماء بينهم، لكنهم التقوا على مصلحة أوروبا. نحن العرب نريد الشعارات، نتكلم بالشعارات ونفضل الشعارات سواء كانت قومية أو إسلامية، ولم نهتم ببناء دولنا وأوطاننا بشكل جاد لتتحول هذه الدول إلى دول محورية. بمعنى كان من المفروض أن تتحول الجزائر إلى دولة محورية في شمال إفريقيا، تتحول مصر إلى دولة محورية في منطقتها، تتحول العراق تعود إلى دولة. بمعنى هنا يمكن أن نتحدث على وحدة عربية. إذن مع فشلنا في بناء دول قطرية حقيقية لا يمكن أن نحقق لذلك. إذن الحل، وهو إجابة على سؤال،
الحل بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل اريد ان اذهب مره اخرى الى سلطنه عمان. ثمة متغير جديد دكتور عبد الله، يعني لدينا ثورات في عدد من الدول العربيه، حراك قوي عنيف تطور الى حمل السلاح. في اطار في ثنايا هذه العلاقه الجدليه بين غياب الدوله المحوريه والاندلاع الثورات العربيه، من الذي اثر بالاخر؟ من الذي قام على انقاض الاخر؟ هل غياب الدوله العربيه هو الذي مهد لاندلاع هذه الانتفاضات، ام ان هذه الانتفاضات هي التي حسرت الدولة المحورية العربية عن المشهد؟ لا هذا ولا ذاك جهاد. الدولة العربية أنا ما زلت متمسكا بقناعتي أنه لم تقم في الفضاء العربي دولة عربية محورية بالمعنى العلمي الذي نتحدث عنه. أما فيما يتصل بالثورات العربية، الثورات العربية هي استحقاق تاريخي. دكتور يعني أريد أن أحرر معك المصطلح أكثر. يعني عندما ينهض مثلا جمال عبد الناصر بغض النظر عن مدلولات الخطاب القومي الذي حمله، وعندما يستقطب العرب من المحيط إلى الخليج شعوبا حول فكرته في مواجهة إسرائيل وفي بناء دولة عربية وفي تدخله في اليمن، يعني هذا قام يعني صنع دولة محورية حسب معايير الدولة المحورية التي تحدث عنها بول كينيدي في كتابه الشهير الدولة المحورية عام 1996، ورشح مصر من بين أهم 9 دول في العالم للقيام أو في المنطقة الآسيوية والأفريقية للقيام بدولة محورية. أنا قلت لك بالمعنى الجيوسياسي مصر تمتلك إمكانات كامنة لأن تكون ليس فقط قوة إقليمية بل ربما قوة عالمية، وكذا العراق وكذا الجزائر. يعني من 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 حيث المكنة الاستراتيجية الكامنة هذه الكيانات تستطيع أن تتحول إلى كيانات فاعلة على المستوى التنفيذي وربما على المستوى الدولي، ولكن نتحدث توظيف هذه المكنة الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع حي. عودة إلى سؤالك حول التجربة الناصرية، أنا في تقديري أن عبد الناصر يعني استثمر مسألتين، استثمر اللحظة التاريخية، إذ أن الدولة العربية كانت بتوها قد خرجت من رقة الاستعمار، وبالتالي كان هناك مناخ يعني معين مهد لعبد الناصر أن يستثمره، والقضية الثانية استثمرت حالة عاطفية التي كان عليها الجمهور العربي، ولكن تجربة عبد الناصر كانت تجربة شعاراتية اغتيال. يعني انظر الى التركه البائسه التي خلفتها التجربه الناصريه، سواء يعني بجهه تعاطيها مع القضيه الفلسطينيه او تحقيق الاصلاحات الدستوريه في مصر او النمو الاقتصادي او الوفره الهدفيه، كلها حقيقه تقترب من الصفر. اذا ليس هناك دوله محوريه قامت لا في مصر ولا في غيرها. اما فيما يتعلق بالثورات العربيه كما قلت ان الثورات العربيه جاءت كاستحقاق تاريخي، والذين يصارعون الثورات العربيه اليوم ويحاولون وعدها انما صراعهم مع التاريخ وليس مع هذه الشعوب العرب. نعم، اذهب اليك دكتور عبد الله. يعني يبدو الوطن العربي كما لو انه يتجه الى خريطه جيوسياسيه جديده. السؤال هو هل من دور ما يمكن ان يؤديه الحراك السياسي الناشئ في عدد من الدول العربيه في انتاج هذه الخريطه السياسيه الجديده في المنطقه العربيه؟ للاسف نحن نعيش الان مرحله تحولات وغياب مشروع حتى نقول براغماتي ليمكن المحافظه على ما يمكن الحفاظ عليه. التحولات اللي تمت بعد يعني الانقضاض على بغداد ادت الى ان ندمر ما قد تم بناؤه في الدوله القطريه، وهذا خطير. انا اتفق اتفقنا مع الاستاذ صادق ان بناء الدوله الوطنيه عنصر رئيسي في ترجمة المشروع العربي والإسلامي، أو حتى الالتفاف مع دولة محورية والدولة تكون القطرية قوية ولديها مصالح اقتصادية ولديها مشروع اقتصادي. الآن نحن عدنا في اليمن إلى مرحلة الثنائيات الوطنية، الثنائيات العقائدية. العراق عاد من قبيل اكتماله، يعني وحتى استهداف العراق مرتبط لأنه قد كان قاب قوسين وأدنى من اكتمال دولته الوطنية ومشروعه العربي المتزامن، يعني كان مشكل خطر، لأنه هذه الدولة القوية المحورية بسلاحها وإنتاجها وبقوتها المالية تكتمل وطنيا، تكتمل في هويتها الوطنية ولديها مشروع، وبالتالي ينبغي ألا تلتف حولها البلدان، وبدأت تستقطب اليمن واتحاد المجلس العربي واستقطبت مصر في الاتحاد العربي. يعني العراق مع صدام مع مصر واليمن والأردن كان بدأ تشكل محاور لأن هناك قوة، لكن نحن الآن في مرحلة خطرة، لأنه إذا لم الآن حتى المجلس التعاون الخليجي انقسم في لحظة تاريخية ونحن نواجه المشروع
الإيراني. بالتالي المنطقة في خطر شديد، هناك ما يسمى انفجار الهويات، يعني انفجار الهويات السابقة للمشروع الوطني، السابقة للمشروع الإسلامي. يعني واحد لا يمكن للحديث عن إسلامي وأنا أقول لك أنا يمني أو حضرمي أو جنوبي أو أنا شيعي وليس عراقيا، أو هذا خطير. بالتالي نحن أمام انفجار الهويات واستدعائها تاريخيا، وأمام غياب مشروع جامع. حتى تقصد الهويات الجزئية، ما قبل الدولة الوطنية وما قبل، لأنه الحديث عن أني يمني من تعز أو عراقي من بغداد وأتحدث عن القومية العربية، هذه لا يمكن تركيبها. نحن أمام يعني تعايش هويات، لم نستطيع أن نترجم مشروعنا. أين الآن مشروعنا القومي؟ أين الدولة المحورية؟ مصر أصبحت دولة منزوية. آخر هيكل راهن عليه مجلس التعاون الخليجي يعني قاب قوسين أن يتفجر. بالتالي المنطقة في خطر شديد، والعالم يريد أن يتعامل معنا كسوق موحدة. على سيرة مصر المنزوية، أريد أن أسأل الأستاذ إدريس ربوح، يعني ثمة من يتبنى رؤية مغايرة لكل الآراء التي طرحت، ويسمح لنا الدكتور عبدالله الغيلاني، يعني ثمة من يقول بأن الدولة المحورية العربية لم تغب أصلا، وإنما ما زالت حاضرة وتحتفظ بدورها، وإنما تغير دورها، مثل مصر على سبيل المثال التي تتولى قيادة العرب نحو إما التطبيع أو إحلال السلام أو التسوية في المنطقة بدلا من الحرب. ما واجهت هذا الطرح؟ أنا لا أعتقد أن مصر تقود العرب نحو التطبيع، هم كل مسارع للتطبيع، الذي يريد أن يطبع يسارع التطبيع ولا ينتظر أن يمر. لكن لابد أن تكون هناك قاطرة، يعني عرب أولى في القاطرة. لا أعتقد، هم يسارعون ويعرفون من أين تؤكل الكتف، ومن أين وعنوان التطبيع وعنوان التطبيع مع الصهاينة ومع لأنهم أدركوا بأنهم لا يمكن أن يحوزوا الاستقرار في بلدانهم ويواصلوا الاستقرار في بلدانهم إلا بالاستقرار مع الصهاينة ومع التعاون مع الصهاينة، هذا هم يعرفونها. لكن ربما جاءت هذه الظروف الأخيرة التي شهدتها فلسطين أخرت هذا الموضوع، فقط أخرت خاصة موضوع القدس، وإلا الأمور كانت متسارعة الأمور لا تتوقف. إذن الدور المحوري لا توجد دولة عربية تقوم بالدور المحوري، وكلهم فشلوا في الامتحان. آخرهم موضوع اليمن، الموضوع اليمني الذي لم تتم تسويته بالوسائل السلمية وحتى بالوسائل العسكرية لم تتم تسويته، وحتى المؤسسات التي كنا نراهن عليها بعد قلنا جميع الدول العربية ضعفت، واتحاد المغرب العربي دخل الثلاجة، التحقوا النموذج الذي كنا نعتقده أنه النموذج الذي ممكن أن يؤمل فيه هو مجلس التعاون الخليج. بمعنى الآن المنطقة العربية والدول العربية تعيش حالة ضعف. هذا لا يعني أن حالة الضعف ستكون دائمة، وهذا بإقرار أعدائنا بأن العرب يتكيفون مع الأوضاع، سواء كانت الاستعمار مختلف أنواع الاستعمار الذي مر بهم، لكنهم يتحينون الفرصة من العودة من جديد، وهذا ربما هو المأمول، يعني ليس الحالة هي حالة دائمة. لكن لابد أن نقر أنه لا توجد الآن دول محورية، وإنما هناك دول منكفئة على نفسها، الدول لا تستطيع حتى أن تسوي قضاياها المحلية، بل حتى الشعوب الآن تحولت إلى منكفئة على نفسها، إلا موضوع واحد هو يجمع الآن العرب ويجمع المسلمين، هو قضية القدس. هذا الموضوع الوحيد الذي يجمع الجميع، وغيره هي قضية خلافية بين العرب. ثمة من يقول بالعكس بأن هناك دول عدة تتنافس على القيام بدور محوري، وإن كان في سياق آخر، نناقش هذا بعد العودة من الفاصل. فاصل أخير ولنا بعده عودة للحديث عن تداعيات غياب الدولة العربية المحورية. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، والحديث عن أزمة غياب الدولة العربية المحورية. دكتور عبد الله الغيلاني، هل هذا الغياب وما رافقه من تطورات سياسية وأمنية في المنطقة العربية يقضي بالقول بأنه لا رجعة للدولة العربية المحورية بعد اليوم، وإن كنت تتحفظ على هذا المصطلح من حيث مدلولاته العملية؟ طبعا لا، الإنسان العربي اليوم ومن خلال ما يعني ثبت بالثورات العربية، الإنسان العربي اليوم صار أكثر نضجا على المستوى السياسي وأكثر وعيا على المستوى الحضاري. ليس هذا فحسب، وإنما صار إنسانا جسورا، أي أبدى استعدادا منقطع النظير لخوض نضالات من أجل الإصلاح الدستوري والعودة إلى التاريخ مرة أخرى. أنا أحسب أن الدولة العربية في الجملة قد أوشكت أو خرجت من التاريخ فعلا. الآن بحكم هذا النضج وهذا التقدم في الوعي الحضاري والسياسي الذي تبدى من خلال الثورات العربية، قطعا هناك أمل، وأمل كبير جدا أن تعود الدولة العربية إلى ربما أقوى مما كانت عليه في عهد الخلافات يعني الإسلامية المتعاقبة. فهناك أمل كبير بهذا. أما فيما يتعلق بال يعني تعدد الهويات، أنا أحسب أولا أن هذه مسألة واقعية، الهويات يعني العرقية أو الثقافية أو حتى المذهبية، وهي لا تتعارض، يعني وجود هذه الهويات الثانوية لا يتعارض مع الجامعة الإسلامية أو مع الجامعة العربية، أي مع المظلة الكلية الجامعة التي تجمع هذا الكيان العربي. ولكن المسألة تتصل بطبيعة النظام السياسي الذي يحكم يعني هذه الدول وهذه الشعوب. نحن اليوم أخي الكريم عندما نتحدث عن دول، نتحدث عن توجهات، نتحدث عن سياسات، لا نتحدث عن سياسات تستبطن الإرادة الشعبية وتعبر عن الإرادة الشعبية. نحن أمام أنظمة سياسية منقطعة الصلة تماما بشعوبها، وبالتالي ما تشترعه من سياسات لا يعبر عن هذه الشعوب، سواء بجهة المسارعة إلى التطبيع. يعني دكتور، يعني أريد أن أتوقف معك عند نقطة أن هذه لدينا أنظمة سياسية عربية منقطعة التواصل مع شعوبها. يعني مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي ألم يأتي بناء على تحرك وتظاهرات شعبية وحصل على التفويض من الشعب في الشارع؟ لا، لم يأتي عبر هذه الطريقة وعلى هذا الأسلوب، وإنما جاء بانقلاب عسكري مفضوح على نظام شرعي متخذ من قبل الشعب المصري. هذه المسألة لم تعد خافية أحد، والشيء نفسه ينطبق على الأنظمة العربية الأخرى. نحن نعلم يقينا أن النظام السياسي العربي لا يعبر عن الإرادة الشعبية، وبالتالي أنا أتصور أن الأمل منعقد على إحداث إصلاحات دستورية حقيقية في الدولة العربية. الدولة الوطنية أيضا لا تتعارض مع يعني الكيان العربي أو الوحدة العربية الكلية. أنا لست متحفظا على وجود دولة وطنية أو دولة قطرية، ولكن ليس بنموذجها الغربي. نحن نعلم الدولة الوطنية يعني ملامحها الراهنة هي إنتاج غربي، وبالتالي الدولة الوطنية أو القطرية بمرجعيتها العلمانية الحادة في الوطن العربي لم تنجح ولن تنجح. نعم، لابد أن تقوم دولة عربية أو دولة وطنية في العالم العربي بمرجعية إسلامية، هذه الإرادة الشعبية. نعم دكتور عبد الباقي، غياب هذه الدولة ترافق مع نشوء منظمات سياسية وعسكرية لا وطنية، بمعنى أن دورها تجاوز الحدود الوطنية. أتحدث عن حزب الله في لبنان، وعن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وعن الحوثيين في اليمن. السؤال هو، ما الخريطة السياسية التي يراد إعادة إنتاج الوطن العربي على أساسها في ضوء نشوء هذه المنظمات ما فوق الوطنية؟ هم طبعا آلية اللي هو نان ستيت أكتورز، اللي هي اللاعب غير الدولة، هذا أحد أدوات تقويض الدولة، يعني حزب الله أو الحشد الشعبي أو الحوثيين، هذه أداة من أدوات إيران للانقضاض على الدولة ولاختراق مجالها. وبالتالي لعبت دور كبير في شل الدول الوطنية وفي مصادرة قراراتها وباستدعاء، لأنه أيضا يترافق مع الفاعل غير الدولة يستدعي أيضا استدعاء الهوية الأولية. وبالتالي أنا يهمني بس أن أقول لعنصر رئيسي، أنا معذرة دكتور، أنا لا أريد أن أدخل في سجال حول الهويات ما دون الوطنية. لا لا لا، ليس الهوية، أريد أن أركز على قضية، يعني يهمني لأنه أدركنا الوقت، يهمني قضية الخريطة السياسية التي يراد إعادة إنتاجها وفق هذا المنظور. الخريطة السياسية يراد أن يتم عودة المنطقة
إلى ما قبل الدولة الوطنية وإلى أن تكون دولة قابلة للانفجار وفي دورات أزمات متتالية. هذا عنصر رئيسي بحيث أنه تصبح المنطقة تحت رعاية أجنبية ووجود وجودي لأنه تحت تنظيم الجماعات القاعدة وتنظيمات الإرهابية، وهذا يسد وهذه مخطط أمريكي كتب التسعين قال لابد العودة لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ما يهمني الآن ما زال عندنا أمل، الأمل هذا أنه دول الخليج العربي تستطيع أن تحول إلى مملكات أو دول دستورية تستطيع أن تستوعب الجيل الشباب وأن تنتج وتحافظ على هذا الكيان من خطاب من خلال دولة دستورية تستجيب لطلعات المواطنين وتستبق التحولات حتى لا تحصل أزمات. مصر بالانقلاب أخرجوها من الدولة المحورية وأدخلوها في أزمة داخلية ونجحوا في ثورة مضادة، بالتالي ما زال لدينا المملكة العربية السعودية قادرة أن تلعب دورا محوريا عربيا وإسلاميا إذا ما تمت وضع استراتيجية أخرى. نحن فقدنا البوابة الشرقية وهي في غاية الأهمية، ولكن لا يمكن لنا أن نستعيد هذه البوابة بهذه الرؤية الغائبة. في لدينا ما زال قدرات كامنة استراتيجية، ما زال لدينا مصر إذا ما تم يعني إعادة أو نحن الآن دخلنا في ما يسمى 30 سنة أخرى أو 20 سنة أو 10 سنوات من أزمة مشاركة، ومن كل مجهود مصر سيذهب إلى تجديد الشرعية وإلى بقاء نظام، وهذا خطير وهذا يفقدها دورها المحوري خاصة وأنها لجندة أخرى. نحن الآن لدينا ما زال بعض الآمال التي متعلقة هذه الآمال أريد أن أسألك عنها، لكن لو سمحت لي يعني لم يبقى إلا القليل من الوقت أستاذ إدريس. الآن العرب أوجدوا مؤسسة اسمها الجامعة العربية وقد تحدث عنها عرضا الدكتور في بداية الحديث. هذه المؤسسة العربية نجحت مرارا في تجميع العرب حول قضايا محددة، الآن لم تستطع أم أنها لا تريد أم أنها لا تمتلك الإمكانيات لجمع العرب حول قضايا محددة في مواجهة الأخطار التي تأتي من الخارج؟ هي لو استطاعت لفعلت، لو استطاعت لفعلت، وبالتالي التاريخ الطويل للجامعة الدول العربية من أقدم المنظمات. يعني ما الذي يميزها عن إنتاج إطار سياسي قوي وحد؟ هي في نفسها إطار سياسي، لكنها عندما تتكون المؤسسة من مؤسسات ضعيفة ومتناقضة ومتحاربة ومتحاربة نصل لهذه النتيجة. لا يمكن الأصل، البداية كانت خاطئة. المراهنة ليست على هذه المؤسسة. الآن أثبت أن هذه المؤسسات الإقليمية العربية سواء الجامعة جامعة الدول العربية أو اتحاد المغرب العربي ولا مجلس التعاون الخليجي ومن قبله مجلس التعاون العربي أثبتت فشلها ووصلت إلى الطريق المسدود. المراهنة على ماذا؟ المراهنة على الشعوب في كل كلامنا أنه أزمة يعني كيف المراهنة على الشعوب دكتور معذرتان؟ نعم. والشعب المصري لم يحرك ساكنا باتجاه السيسي الذي هو يقول بأنه ارتكب المجازر فيه، لكن وحتى الشعب السوري الآن مرتهن إلى دول داعمة من هنا وهناك، يعني الثورة الفصائل إلى آخره. على أي شعب تراهن؟ الشعوب تختزن وتتحرك ولا تتوقف. الأمور لن ترجع للوراء، لن ترجع الوراء، والحرية وسيواصل الشعوب المطالبة بحريتها. هذا الأمر لا نحصر الأمر ولا في لحظة تاريخية معينة ولا في حاكم معين أو في فترة معينة. الشعوب ستواصل نضالاتها، وبالتالي المراهنة على هذا الأمر خاصة مع الظرف، مع نحن نعيش عالم العولمة وعالم التواصل الاجتماعي، أن فكل الناس الآن تعلم ما يجري في الأمور، والشعوب الآن تملك المؤهلات لتنتقل من حالة القبول بالوضع إلى حالة الحراك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشعوب على مستوى النخب. نحن كانت النخب هي تابعة للحكام، نخب تتحرك وفق ما يمليها الحاكم. لابد أن النخب السياسية والثقافية والأكاديمية أن تتحرك لقيادة هذه الجماهير وهذه الشعوب. ثاني الأمر الثالث، وصلنا إلى مرحلة أن مرحلة الوضع الاقتصادي المتردي سيفكر الناس بطريقة مصلحية أكثر، وهو هذا عامل جمع للعرب وليس عامل تفريق. إذن هذه من هنا يأتي الأمل، وكل الشعوب مرت بمراحل صعبة. نعم. وكل مناطق العالم مرت مرحلة صعبة لكن خرجت منها. لكن في الأخير، وهي النقطة الأخيرة. نعم. النقطة الأخيرة، لابد أن لا ننسى أن المنطقة العربية خصوصا هي المنطقة الوحيدة التي لا يسمح لها بالنهوض
من طرف قوى الاستكبار العالمي، لأن هذا الأمر متعلق بالقضية الفلسطينية، وبالتالي ليس كقضية أمريكا اللاتينية وقضية شرق آسيا أو أي منطقة في العالم. هذه أو إفريقيا الدول الإفريقية هي منطقة متعلقة بالمشروع الصهيوني في المنطقة، لابد من ضرب المشروع الصهيوني في المنطقة للعودة من جديد. أختم معك بأقل من دقيقتين، عندما تحدث عن دور الشعوب العربية هززت رأسك أو مأت موافقا. ما هي الآلية بعيدا عن المثاليات، ما هي الآلية التي يمكن من خلالها أو أن تنتج الشعوب العربية الثائرة الآن آلية قوة سياسية محددة تعيد التوازن إلى علاقة العرب بالخارج؟ أربط مع حديث كما الدكتور الغيلاني عندما تحدث أن الشعوب العربية أصبحت أكثر وعيا وأكثر جسارة، ونحن في عالم مفتوح. أعتقد أن ما حدث في المنطقة العربية من تحولات علينا أن نعمل على الانتظام في حركات اجتماعية، بمعنى أن نتحول من قوة اقتراح، قوة احتجاج، إلى قوة اقتراح، وأن نعيد التنظيم هذه الجماعات بما فيها مصر أو اليمن. هذا الانتظام في حركات وفي إدارة الزمن الانتقالي يستطيع أن يدير التنوع العربي، وبالتالي نستطيع أن نخرج إلى مشروع، ولكن ينطلق هذا المشروع من الداخل، من كل بلد على حدة. كيف يمكن أن ندير التنوع في العراق وأن ننتظم في حركات على أن نكون يعني واسع حجم هائل دون قدرة على التوافق ودون قدرة على الصناعة دون قدرة على الانتظام في برامج وفي رؤى؟ بالتالي أعتقد أن المنطقة العربية ستشهد بعض الوقت من هذا التشظي، لكن سنعود بهذا الالتمام وسيفرض الجانب، لأن الشعوب العربية، لأن نحن في عالم منفتح، لن تترك هكذا. حتى في مصر، مصر الشعب العربي أيضا، كيف لن تترك؟ من قبل من لن تترك؟ سيشكل الجماهير العربية شكل ضغط شديد بالفعل الاقتصادي والسياسي، وبفعل أن لم تعد هناك قدرة على السيطرة على الشعوب. بالتالي فترة قصيرة وسنجدنا مهددين في وجودنا ونحن غير قادرين على الفعل. سيتم تحويل هذا الفعل إلى انتظام في حركات اجتماعية، وسنشكل مرة أخرى حركات، وأتمنى أن تسبق دول المجلس التعاون، يعني دول الخليج العربي، وأن تحدث تحولات حتى تستبق أي ضغوط يعني شبابية قادمة. وهي أنا أيضا أخضع لضغوط الوقت. أشكرك شكرا جزيلا، وكذلك الأستاذ إدريس. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وكان معي أيضا في الاستوديو الأستاذ إدريس ربوح المحلل السياسي، وعبر الهاتف أعتذر لك كثيرا دكتور عبد الله الغيلاني. لم يبقى لدينا إلا القليل أو يعني أدركنا الوقت، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. شكرا لكم، إلى لقاء في حديث عربي جديد.